رجع تاني ونورنا، واعتقد يوم العوده كان السوشيال ميديا مقلوبه بالصوره اللي هي موجوده كابتن محمود الخطيب في المطار. أكيد طبعا كابتن محمود الخطيب حضوره وظهوره مبهج دايما، حتى شفنا في الجمعية العمومية الأخيرة إزاي كان حاضر، وفي كل لحظة النادي الأهلي هيكون محتاج فيها تشوفوا كابتن محمود الخطيب هتلاقوه وسط الأعضاء، وسط جمهوره أو وسط الفريق. خبرنا التاني كابتن طارق التائب حب يعمل مباراة اعتزاله تكون بشكل مشرف، ولكن أكيد لما تيجي تختار فريق مش هتلاقي خروج من الباب الكبير زي الخروج في مباراة طرفها النادي الأهلي. كابتن طارق التائب مسيرة حافلة مع أهلي طرابلس، مع نادي بيراميدز البرتغالي، مع الصفاقسي التونسي، في الدوري التركي، الهلال السعودي، سنوات رائعة جدا، حوالي 78 مباراة دولية مع المنتخب الليبي، سجل 23 هدف. كابتن طارق التائب من اللاعبين اللي أنا شخصيا كان نفسي أتمنى أشوفهم في النادي الأهلي كلاعب، وكان قريب 2001. في وقت كتير جدا كمان كابتن مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه، كان بيأمل في أحد الفترات في ضم طارق التائب، ولاعب رائع، وإن شاء الله يكون خروجه بشكل يليق به في النادي الأهلي اللي دايما أي نجم عربي بيفكر في الخروج من بوابة النادي الأهلي الأكبر جماهيرية وشعبية في الوطن العربي. حقيقة فارس، وده اللي قاله كابتن فؤاد أنور كابتن منتخب السعودية وطبعا صاحب الأهداف الرائعة في كأس العالم 90. الكابتن فؤاد أنور كان في مباراة اعتزاله، كان النادي الأهلي الطرف، وبعد المباراة قال تحديدا الجو كان برد جدا، وكنت خايف من فكرة أن الناس ما تروحش المدرج، لكن لقيت الملعب ممتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي المصري، ونصح كل لاعب سعودي ان هو لو حابب يشوف الجماهير ممتلئه في مباراه تكريمه يجيب النادي الاهلي. ده اللي عمله اللاعب الليبي اللي احترف وطبعا ختم حياته مع الهلال السعودي باستضافه النادي الاهلي او اختيار النادي الاهلي لمباراه تكريمه. لكن من المباراه الوديه وتصدر النادي الاهلي الدوري بلا منازع نروح للاميره الافريقيه، ويا رب الأميرة الأفريقية تحن على الأمير الأندية الأفريقية السنة دي. عندنا أمل كبير جدا النهاردة، هنلاقي بكرة بلاتينيوم طبعا لأول مرة الحمد لله، يعني خط الظهر مكتمل، عودة ياسر إبراهيم مع عودة سعد سمير المباراة اللي فاتت ومستوى متميز، مع عودة الكابتن رامي ربيعة، مع محمود متولي، خط الظهر بالكامل مكتمل. ولكن تم استبعاد 7 لاعبين من مواجهة بلاتينيوم غدا، السبعة كان في 4 الإصابة، رمضان صبحي ومحمود وحيد طبعا بالإضافة لحمدي فتحي ومحمد محمود، والأسباب فنية الكابتن صالح جمعة والكابتن مروان محسن والكابتن صلاح محسن. أعتقد كل جماهير النادي الأهلي، وأعتقد كمان النادي الأهلي كجهاز فني ومسؤولين ولاعبين، بيسعوا لفكرة عودة الأميرة للنادي الأهلي. احنا حصدنا 8 ألقاب، ونتمنى إن شاء الله البطولة دي نحققها في نهايتها. وتحديدا كمان لما سألوا رينيه فايلر كان عارف قد ايه الدوري صعب وانت بتصدر، لكن عارف ان منافسات افريقيا مختلفه تماما، اجواء مختلفه تماما، اصعب بكتير من الدوري المحلي، ولكن عندنا يقين ان شاء الله ان النادي الاهلي هيقدر يحقق اللقب، ودي رساله لجماهير النادي الاهلي. دايما بتبص لبعض الثغرات الموجوده في فريق النادي الاهلي، وده حقها تماما تماما تماما، ولكن انا عايز اقول لك لما تبص لثغرات النادي الاهلي لازم تشوف الانديه المنافسه. إذا كان عندنا مشكلة من وجهة نظر البعض، الإصابات بتخلي خط الظهر أو خط الدفاع مش متكامل فترات كبيرة جدا، عندنا نفس الأزمة دي في فرق كبيرة جدا زي الترجي، وأعتقد خد بطولة قصادنا فارس وغايب المدافع الأساسي بتاعه وفرانك كوم وقدر يحقق البطولة. نادي الوداد كان عنده برضه مشاكل وتقريبا كان بيلعب ب 17 أو 14 لاعب وقدر يحقق البطولة. احنا خدنا الكونفدرالية يا أحمد قبل كده بالظبط في ظل غيابات كبيرة جدا. ونادي الزمالك قدر يوصل للنهائي لما اتغلب 5 في الوداد و3 من صن داونز برضه ب 14 لاعب، يعني تقدر يعني ما تصعبوش الأمور، بطولة أفريقيا مش صعبة للدرجة دي، نقدر وعندنا بنمتلك سكواد محترم جدا، وإن شاء الله تكون انطلاقة غدا استكمال بقى فوز الهلال يبقى 6 نقاط. بإذن الله مباراة مهمة جدا، ولكن على خلفية الترجي، الترجي بيضم لاعبين مميزين جدا من شمال أفريقيا استغلالا للوائح الخاصة بالدوري التونسي اللي بتعامل اللاعبين في شمال أفريقيا كلاعبين محليين. أنا معاك بس بكلام خط الظهر شيء مهم جدا
ان احنا نبدا نشوف محترفينا. طبعا اكيد النادي الاهلي بيسعى دايما في انتقالاته بتعزيز صفوفه، ولكن مباراه بلاتينيوم بكره لها اهميه كبيره يا احمد، لان بلاتينيوم بيتزيل المجموعه، عنده خسارتين، خسر من النجم بثلاثيه و2-1 من الهلال، وهو مفتاح النادي الاهلي في التصدر. الست نقاط ذهاب وعوده والمباراتين ورا بعض هيفرقوا كتير جدا ان هم يحطونا في صداره المجموعه. مباراه بلاتينيوم مهمه جدا جدا السنه دي، خصوصا ان بلاتينيوم دفاعيا ضعيف جدا، استقبل 5 اهداف في المباراتين منهم 3 في ملعبه منهم 3 اهداف، ومباراه النجم كمان كشفت ان الفريق عنده مشاكل. الفريق ده نوعيه الفرق دي اللي لازم تدوس كده بمصطلح الكرة في مباراتك معاها عشان تفرق جامد. عندهم ثنائي مميز، اللاعب رقم 6 في الارتكاز كيفن ماتزونجوي، لاعب مهم.